الرئيس. هذا نقاش عميق جدا وماشي هضرة ديال المجاملة، فعلا المداخلات كانت نوعية وقيمة جدا، استفدنا منها كثيرا جميعا. ورغم أن القاعة بقوا فيها ناس قليلون، ولكن هذا لا يمنع من كوننا احنا شوف شي ديك القضية ديال الكثرة والقاعة عمراء وألف الناس وداك الشيء، كاين اللي عنده هذا المرض وحنا من الناس اللي كان عندنا. انا بعدا كنت مسؤول الحزب قبل سنوات قليله، وكان ملي كندعي لشي نشاط ولا كان عندي واحد الهاجس ديال المرض ديال يا ربي شحال غادي يحضروا، واش 1000 واش 100 ياك سي دريس، ونبقى وعطي الدعوه. ولكن هذا الهاجس مع الوقت مع بنادم كيكبر شويه في عقله وكيكبر في تجربته وداكشي، راه شي مره حنا دابا ما كنديروا لا انتخابات لا حتى حاجه، حنا جايين عندكم لله في سبيل الله، وانتم جايين عاوتينا لله في سبيل الله وفي سبيل العقل وفي سبيل تنميه الذكاء الجماعي الى غير ذلك. وبالتالي الحضور القليل نتمنى انه يكون النقاش كيحضروه مجموعه كبيره ديال الناس، ولكن النقاش عميق ونحن نعتز به كثيرا في هذه المناسبه. انا ما غاديش نرد على كل شيء، نتمنى ان الرئيس مادام انا هو التالي اللي غادي نهضر يعطيني غير قد الوقت اللي خداه في الاول. لا في الاول، لا في التالي درتي شويه التوازن. انا ما غاديش نرد على كل شيء، ولكن غادي نتفاعل. انا لم ارد وحاشا لله مره اخرى ان ارد على مداخلات اللي ديال الرفاق وديال الاخوان اللي الاساتذه ديالي، ولكن نتفاعل. الرفيق والصديق ياك الرفيق اللي بغيت الصديق الفيسبوكي صاحبي في الفيسبوك بزاف ياك عقلتي عليا، قال بانه في الدستور تم الاقصاء الى غير ذلك. الكلمات هنا حسب الموقع السياسي، أنت تعرف وأنا أعرف والقاعة تعرف أنت ماذا تعني وأنا ماذا أعني، وأنت ما موقعك في المجتمع وأنا ما موقعي في المجتمع، والمجتمع المغربي يجب أن يتسع لنا جميعا. وإذا كان ما كيتسعش لنا جميعا فحزب التقدم والشراكة كيقول بأن المغرب يجب أن يتسع لجميع النوايا الصادقة مهما كانت ميولاتها السياسية، بشرط وحيد هو الإيمان والاقتناع النظري والعملي بالعمل من داخل المؤسسات. وبالتالي كل جواب آخر على الدستور 2011 كيفاش تصاغوا اللجنة ديال صياغة الدستور سيصبح تحصيل حاصل. أنا أتفق معك كثيرا عندما قلت بأن الحراك العربي أو الحراك الديمقراطي في حالته المغربية أنقذ أحزاب الكرتوني، أنا متفق معك تماما. الحراك الديمقراطي في صيغته المغربية كانت له مكاسب كثيرة، وأهمها هو تجنيب المغربي مسارا كان مخططا له في اتجاه الفكر الوحيد والحزب الوحيد بشكل ضمني وذكي، أنه تكون أحزاب وتكون تنظيمات وتكون عمل مؤسساتي وكل شيء غادي يكون غير في الأمر. وهنا إخوان أحترمهم كثيرا ويمكن أن نتناقش في الأمر، راهم جالسين معنا، ولكن فعلا من بين لي زيفي سكوندير ديال التعامل ديال الدولة مع الحراك الديمقراطي والدستور الجديد إلى غير ذلك، هو أنه لو أتيحت، حنا كنديرو الفرضيات وصافي، لو أنه أتيحت للأمور أن تسير في اتجاه تلقائي وعفوي كانت غادي تطيح احزاب كرتونيه، وربما كانت تطيح احزاب وربما شخصيات وربما مؤسسات لغير كرتونيه. وبالتالي احنا كنا امام ولا زلنا امام مراحل تاريخيه مهمه جدا ديال انك كدير اختيار تاريخي مجتمعي كبير، واش غتختار الدم وتختار الاستقرار ولا غتختار المؤسسات وتحتوي داك الشيء. وهذا راه عنده اثار جانبيه، وهذا راه عنده اثار جانبيه. انا كنت حنكره لو بافي، ولكن شنو هو الاساس دابا اللي وقع 2011؟ دابا حنا في 2011، راه 3 سنين راه بلا التاريخ. الاساس هو اللي غادي نقول لكم دابا، الاساس هو واش حنا كمجتمع وحنا كدوله فينا طرف. حنا دابا اللي جالسين هنا راه حنا بحال الوزراء وبحال اي واحد، حنا مغاربه، راه فينا. الذي اصابه اطمئنان على ما وصلت اليه الامور، اطمئنان اعتبره اطمئنانا مغشوشا.
واطمئنانا هشا، وقد يكون اطمئنانا ساذجا في مسؤولين كبار في الدولة وفي مواطنين، لأننا كيقولوا تجاوزنا المرحلة ديال العاصفة، وبالتالي كنت كندير الفساد في 2010، هذه هي الفرصة نرجع. جمدت النشاط الفسادي ديالي واحد 3 سنين، راه حان الوقت باش نستأنفوا. هذا الاطمئنان المغشوش إذا كانت كديروا المؤسسات فهو مغشوش، وإذا كانوا كيداروه الأفراد راه مغشوش، وإذا كان كيآمن به شي واحد في الشعب العادي البسيط راه مغشوش. وفي نفس الوقت، في نفس الوقت الذي يعتبر بأننا في 2014 راه حنا كنعيشوا نفس الحالة 2011 بغليانها ومخاطرها وتهديداتها، فهو كذلك مخطئ، لأننا فعلا تجاوزنا بذكاء جماعي وطني فيه المجتمع المدني وفيه الدولة وفيه الأحزاب وفيه الشعب وفيه الشباب. الذكاء الجماعي الوطني ما كنهضرش على الفردي، ما كنهضرش على كيفاش فكرتي انت ولا انا ولا هذا، كيفاش فكرنا وكيفاش خرجنا من 2011 جماعة، خرجنا بطريقة فيها ربما أقل من الأضرار. ولكن غادي نركز ونقول الأهم هو أن الخروج ديالنا ماشي نهائي، ويجب السير بعيدا في الديمقراطة ديال المجتمع والديمقراطة ديال الدولة، ويجب على الشعب المغربي اللي هو احنا وعلى المؤسسات الوسيطية اللي هي احنا أن تظل يقظة في السنوات المقبلة، أن تتملك المكتسبات، أن تصون المكتسبات، وأن تظل الأعين مفتوحة لتكريس مزيد من المكتسبات في المجال الديمقراطي والتعددية، وأن نناضل على حرية بعضنا في التواجد والتعبير عن ذواتنا. هذا هو القراءة ديالي ديال الحزب ديالي للربيع الديمقراطي في الحالة المغربية. القراءة ديال دابا ماشي 2011. هناك أفكار ديال الرفيق قرطير، الرفيق زياد، أنا غادي نوقف على فكرة، أنا غادي نوقف على ثلاثة الأفكار ولا أساسية اللي غادي نتفاعل معها، لأن الآخرين الأفكار الأخرى كلها تقريبا كونفيرج. هو أنه قال الرفيق زياد فواحد الفكرة ديالو بأن مازال زياد ولا مشى؟ مازال زياد لا ما شفتكش والله، ما شفتك راه كنحيد النظر وما كنبقاش مزيان. إقدامنا على 20 فبراير وعلى السياسة وجهة بمظاهر منفرة، وهضرتي على شي كياكل رمضان وشي ما كياكلش رمضان وكذا. بعدا حنا في التقدم الشراكي راه كتعرف الموقف ديالنا، الحريات الفردية لا حنا بالعكس، حنا من أحرص الناس على ليس على الطقوس والمظاهر، ولكن على كنخاف نستعمل شي مصطلح خاطئ، ولكن على الهوية، لا حتى الهوية، ولكن على المجتمع، لا على المجتمع كما هو، وعلى أننا نناضل من أجل التغيير، مش التغيير القطائعي، ولكن التغيير الذي ينسجم ويتكئ، وهذا هو التقدم الشركي اللي قاري شوية على التقدم الشركي. هذا هو سر النجاح ديالو، على أنهم بالأحزاب الشيوعية العربية القليلة جدا التي حافظت على ذاتها. سير قرا الأحزاب الشيوعية العربية كلها، الحزب الشيوعي اللبناني، العراقي، السوري، الحزب الشيوعي الجزائري، الحزب الشيوعي التونسي، كل الأحزاب الشيوعية الخمسينات والستينات التي جاينت تأسيس مع الحزب الشيوعي المغربي، كلها ماتت أو ماتت إكلينيكيا، إلا حزب التقدم الشركي الذي تكيف مع الواقع، لأنه يعتبر بأنه المقدسات الوطنية بحال الملكية بحال الإسلام في صيغته الاعتدالية والوحدة الترابية من المقدسات، ماشي مقدسات زعما لأننا راه خايفين من شي حد ولا زعما موقف تكتيكي، موقف عن قناعة فكرية. هذا هو الفرق بيننا وبين ربما شي حزب خور ولا شي تنظيم خور، ربما شي حزب خور أو شي إنسان لا كيقول مقدسات لأنه يعتبر نفسه محاطا بإكراه، كيعتبر بأن شي مقدس راه غير إكراه وما يقدرش يجابه. لا، حنا نقول في التقدم الشركي بأن المقدسات الوطنية ماشي إكراه، وتا واحد ولا ما أجبرنا على أننا نعترف بأنها المقدسات مهمة. هذه المقدسات نعتبرها مهمة لأننا حزب يؤمن بأن التغيير يجب أن يكون مبنيا على مبدأ التراكم الاجتماعي والثقافي، بمعنى أننا ما كنقولوش نحيدوا مجتمع ونديروا مجتمع آخر ببنيته الثقافية والاجتماعية إلى غير ذلك. وبالتالي غادي نرجع للفكرة ديال المظاهر المنفرة في الحزب. أنا غنقول لك السي زياد، نقول لك واحد الفكرة بسيطة جدا كصديق وكأخ، هو أنه
راه منين دخل الحزب السياسي دخل التقدم الاشتراكي عندنا، ها هما راه الرفاق ديالي هادو راه يقدروا نخرجوا من هاد القاعه ويحاسبوني على هضره ويدوروا فيا، ولكن عمرك ما تسنى بانك راك غادي تلقى الجنه ولا غادي تلقى الامور بخير. راه داكشي اللي غتلقاه في داركم، المشاكل اللي كاينه في الدار هي اللي في المجتمع، هي اللي في المدرسه، هي اللي في الحزب، راه حنا مغاربه وعقليه تقريبا متشابهه، وغتلقى المشاكل. وكما قال سي ادريس ما غاديش تلقى الطريق مفروش بالورود، داك شحال غتدخل هاد النهار غدا غادي يديروا الكاتب ديال الفرع الشبيبه، راه والله عمر ما تحيدوا حتى دير معاك المعركه ست سنين فهمتيني، وتلقى والدفاع والدفاع والدابز وكذا وما شفت تنظيمات كامله، وبالتالي المظاهر المنفره ما كاينه، وكاين سلوكات اللي ما مزياناش في احزابنا، غير كاين الاحزاب التي فيها داكشي يعني بنيوي هاك هاك هو عطاها الله، وما باغيش نذكر شي حزب ولا شي جمعيه ولا شي نقابه بالاسم ولن اذكرها، كاين اللي عندهم داكشي بنيوي هكاك دايري هكاك هذاك ما طحنت الرحى، وكاين احزاب اصيله ديمقراطيه اللي فيها الممارسات الخاطئه باش ما نسميهاش الفاسده ولا هي استثناء ويمكن تصحيحها، والوثائق ديال داك الحزب ولا بحال التقدم الاشتراكي لا تقول بذلك، وبالتالي إمكانية الإصلاح من الداخل تظل ممكنة جدا، ولكن لا تنتظر نهائيا أنك تدخل لشي تنظيم ولا شي مؤسسة ديال الدولة ولا أي بلاصة وغادي تلقى الطريق وفرشه وغادي تلقى داكشي اللي كيدور في دماغك هو اللي هو اللي كاين. أنا واش كنتمنى الكليماتيزاسيون هنايا ما لقيناهاش. مثلا مثلا هذا مثال. الرفيق العماري المداخلة ديالك كانت في تقديري قيمة جدا جدا جدا، وأتفق مع جل ما جاء فيها. وهضرتي على فيما تكلمت عنه هو مآلات الثورات العربية، شتي مآلات الثورات العربية الرفيق العماري هي مجال للبحث والدراسة الخصبين. مؤخرا كان عندنا الأمين العام ديال الحزب الشيوعي اللبناني داكور، ودار مداخلة في المؤتمر ماشي في مؤتمر في اللجنة المركزية ما قبل المؤتمر الوطني، دار بين المداخلات الرائعة اللي سمعت لها في حياتي، وكيهضر على التجربه المغربيه والتحالف ما بين البي بي اس كحزب اشتراكي مع العداله والتنميه كحزب ذو مرجعيه دينيه، ودار مقارنه مع تونس ومع مصر ومع كذا، وفتح السؤال وكان بين الناس اللي عقلهم مفكرين، هذا السي حداده يعني رفيق حداده الامين العام ديال الحزب الشيوعي اللبناني، وبين الناس اللي كنحترم التحليل ديالهم والتفكير ديالهم، ولم يعطي اجابات قاطعه، وما قالش بان المغرب اختار الطريق الصحيح. خلف التقدم الاشتراكي كنقول يجب ان اقول بانضباطا لحزبي انني نقول بان الطريق الذي اختاره المغرب هو الطريق الصح، وفعلا انا مع الاستقرار ومع السلم ومع كذا، والتجربه ديال التحالف ديال الحزب مدني اشتراكي حداثي تقدمي مع حزب ذو مرجعيه اسلاميه هي تجربه مفيده، مش ما نقولش صحيحه قطعيا، لكن تجربه مفيده للنظر، لان راك شتي منين تونس شحال ديال السنوات وشحال ديال الصراع باش خرجوا بالدستور يتوافق فيه العلماني مع الاشتراكي، في الوقت اللي عندنا حنا داكشي كان عندنا، ولكن هاد المقارنه ديال تيد وكومو هذا احسن هذا لا تجوز، ولكن يجب رفيق العماري ان اضيف سؤالك الى سؤالي ولا سؤالي الى سؤالك، ونقول بانه مآلات الثورات الديمقراطيه لا نعيشها، راه ماشي مآلات منتهيه، مصر لم تنتهي، المغرب لم ينتهي، تونس لم تنتهي، والعراق وسوريا وكذا مآلات غير منتهيه، حنا في هذه اللحظه اللي كنهضروا فيها نعيش المآل، ومفتوح على كل احتمال، شكون اللي قال شكون اللي كان في 2010 يعتقد بانه في 2011 سيتملك المغاربه هذا الدستور؟ حتى واحد ما كان يعتقد، وهذا هو اللي قبل في المداخله الاولى ديالي المركزيه اعتبرت بانه كاين شي حاجه سميتها الشروط الموضوعيه التي لا يتحكم فيها لا انا، وهذه من بين المقولات اللي كيقولها لي ديما السي ادريس، كيقول لي راه شتي كنعيا ما نحلو ولا نحلل، ولكن راه في السياسه دائما وفي المجتمعات وفي مساله التحولات الاجتماعيه كتوقع شي امور ما كتخطرش على البال وتغير الامور جذريا، ومن بينها كنقول باللي دابا مصر من قال بانه الاخوان المسلمون مثلا انتهوا و العسكر انتصروا، ومن يقول بانه من يقول، وبالتالي فان القضيه ديال المآلات ديال الثورات ديال الربيع الديمقراطي اقول بانها لم تنتهي، وبان الشعب وجميع الثورات اللي كانت في اوروبا الى غير ذلك طالت سنوات وطالت كاين عقود وثوره مور ثوره وانقلاب ضد انقلاب وكذا وكذا وكذا، كدوز واحد 10 سنين 20 30 50 عام فتستقر الامور، بحال ديك الحركه التكتونيه ديال الطبقات الارضيه
ملي كتغير القرار لا جيولوجي اللي باش كتغير القاره مع قاره راه كتلقى زلزال وزلزال وبنكار وبنكار 50 عام ولا 60 عام بعد كتعطي واحد الصيغه شي بنيه صافي انا سالي سالي صافي سالي صافي سالي الإشكال في تفعيل الدستور وليس في صياغته أنا متفق تماما راه تنزيل الدستور ولكن أتونسيون شي واحد قال الحكومة والبرلمان مسؤولان عن تنزيل بنود الدستور لأن البرلمان هو المشرع الحكومة تقدم مشاريع قوانين ولكن البرلمان هو الذي يدرسها ويصادق عليها وله إمكانية تقديم مقترحات قانون ومسألة أخرى هي البطء راه ما كاين لا بطء على حتى حاجة في القوانين التنظيمية القوانين التنظيمية تحتاج إلى تشاركية إلى بحث إلى دراسة إلى إشراك المعارضة وما عنديش الرقم بالضبط ولكن خصكم تعرفوا بأنه الدستور ديال 2011 عطى المدة ديال الموندا ديال 5 سنين باش تدوز القوانين التنظيمية كلها الآن نحن في نصف الفترة الانتدابية ديال البرلمان ومررنا نصف القوانين التنظيمية وبالتالي رحنا في الانهو شكرا